السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمنا الشيخ. الحمد لله. كنت عايز أحرك في ال كان في إمام مسجد بيسكت حرف الهاء، ودي يعني مش شك تقمت منها. اذكر كلمة، اذكر المثال. مثلا السلام عليكم ورحمة الله، مش بيسكت الهاء. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طب ممكن الدليل او كده؟ ما هو التشهد كله من الاصل واجب، يعني التشهد كله واجب من الاصل. بارك الله فيكم. تمام، ماشي، شكرا.